صبحكم الله بخير يا شباب، شلونكم؟ عساكم بخير ان شاء الله. معنا اليوم شرح جلتش اللون الابيض للسلاح، سهل بدون فلوس. نختار بوت اكشن، طبعا لازم تكون موصل ليفل 5 بشخصيه بونتي هانتر عشان يعطيك اللون اللي قدام. اللون هذا طبعا اختاره، نطلع ورد بسرعة، اختار ثاني مرة، ثاني خيار، لازم تكون سريع وتلاحظ قلتش اشتغل معك، تكمل بعد. طبعا هني خطيت وحطيت اول شيء، فنعيد من اول، ثاني خيار نطلع، لازم تكون سريع، ثاني خيار نطلع، ندش ثاني مرة وتكرر. لين يضبط معك اللون، جدا سهل. طبعا خلاني انزل جلتش اني سمحت انه بعد التحديث الاخير ان شاء الله اللون الابيض والاخضر، بس اتوقع شغال. على العموم اللي جربه يبلغ، اللي يضبط معه يقول لي، واذا شفت فيه تفاعل او اكتبوا لي بالتعليقات اذا تبون جلتش عن اللون الاخضر، راح ادور عن طريقه ان شاء الله وانزلها بالفيديو الجاي. وبس اهم شيء دعمكم يا شباب باللايك والسبسكرايب والجرس عشان يوصلك اي جديد، ويعطيكم العافيه ومع السلامه.